السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما وعدناكم سنحاول أن نتواصل معكم عبر هذه النافذة من أجل تسليط الضوء على عدد من القضايا الإريترية والحوار مع عدد من النخب الإريترية سوف أحاول أن أقدم ورقة كانت قدمت في لقاء لعدد من التنظيمات الإريترية المتواجدة في السويد وايضا عدد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنيه وايضا نخب اريتريه حول للتفاكر حول القضايا المستجده في ساحتنا الاريتريه وقدمت فيها ورقتين احد الاوراق قدمها اخونا زين العابدين شوكاي وورقه اخرى انا قدمتها حول اريتريا الازمه وسيناريوهات طريق المستقبل ساحاول ان اعيد تسجيل هذه الورقه وكلا الورقتين نشرتا في عبر الفيسبوك ويمكن عدد منكم شاهدها لكن كانت هناك ترجمه بال بالعربي و... او من عربي للتجرينية. وقد تكون الصورة يعني متقطعة لهذا حببت أن نعيد تسجيل الورقة وأيضا سنحاول الورقة المهمة التي قدمها أخونا الأستاذ عابدين شوكاي أيضا إعادة تسجيلها معه وعرض أيضا النقاط المهمة التي طرحها حتى تكون الصورة واضحة وأيضا النقاش حولها يكون بشكل أفضل حتى نستعد للتغيير القادم و... ويكون تغيير أيضا إيجابي ونستفيد من تجارب الاخرين. اذا الورقه التي قدمت بحضور عدد من قيادات تنظيمات المعارض الاريتريه الموجوده في السويد بدعوه من الحزب الاسلامي الاريتري للعداله والتنميه، والورقه التي قدمتها هي كانت اريتريا الازمه وسيناريوهات طريق المستقبل وكيف ينبقي للمعارضه ان تستعد للمشهد القادم. اريتريا الذي نراه الان تطورات كبيرة موجودة في ساحتنا الإريترية سواء وجود عدد من المحاور، حشد قوات في الحدود، إشكاليات أيضا داخلية تواجه المعارض الإريترية حبيت من خلال هذه الورقه ومن خلال هذا العرض ما هي السيناريوهات اللي نحن ممكن نتوقعها في ساحتنا الاريتريه وكيف ينبقي على قوى المعارضه ان تستعد لها وهي حقيقه خيارات صعبه وازمه حاده تواجه واقعنا الاريتري وفي بعض الاحيان نحن نتوه في قضايا جانبيه وليس جوهريه واستراتيجيه. نعم. Uh, اذن uh, اولا uh الفكرة من اللقاء كانت لماذا نحن هنا أو لماذا كان هذا العرض موجود ما الهدف اللي كان من اللقاء ما الذي نأمله أو الذي كنا نأمله أن نخرج به من هذا اللقاء وخرج أيضا اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى بلجنة لمتابعة هذه الحوارات بغض النظر عن اتفاق أو اختلاف هذه التنظيمات في بعض القضايا لكن أهم شيء كان لابد الحوار بيننا يتم ولابد أن نأخذ القضية بمحمل الجد ونستعد لقادم الأيام وهذه القضية لا تخص فقط التنظيمات المعارض الإريتية ولا القيادات التي تقود الجسم المعارض بل كل إريتري قادر على أن يقدم شيء لهذا الوطن وبالذات النخب الإريتية عليها أن تتحمل مسؤوليتها وبالتالي أن نستعد بكل إمكاناتنا وبكل طاقاتنا وأخونا زين الشوكاي أيضا من الأسئلة الجوهرية التي طرحها لماذا نحن لم نستطيع حتى الآن الاستفادة من طاقاتنا ومن كانتنا برغم وفرتها وتواجدها في عواصم القرار في كثير منها لكن حقيقة لا يستفاد من هذه الإشكالية لابد أن نجد لها إجابة بشكل جماعي وبذات النخب الإيريتيا إذن الهدف من اللقاء كان التفاكر وتبادل المعلومات وايجاد حلول للازمه الحاليه التي تمر بها اريتريا، يعني سواء في داخل جسم المعارضه او الحشود الموجوده في 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 الحدود او في الداخل الاريترى ايضا بعد انتفاضه اخريا ووجود عدد كبير من الذين انتفضوا سواء كان شيوخ ونساء وشباب لا زالوا موجودين في السجون يعني، وهذا الحراك يعني لابد ان يستمر ولا بد ان يكون تناغم وتفاعل بين الداخل والخارج. قبل هذا عرضت هذه الفكرة يعني حتى نحلل جوهر قضايانا أو جوهر المشكلة أين تكمن يعني إذا كنا إشكالة عدم فعالة المعارض التي أين هي حتى لا نأخذ الأمور بسطحية ونركز في أعراض الجانبية ولا نحدد المرض الحقيقي وبالتالي نجد له العلاج الناجع لو اخذنا مثلا وبعد منها ايضا كان تناولها اخونا زين شوكاي يعني اذا قلنا لو لو اشكاليه المعارض الاريتريه هي ذاتيه داخليه او اشكاليات فكريه او خيارات ديمقراطيه اذا قلنا يعني هي ذاتيه داخليه هل اشكاليه النخب والجماهير وعدم تفاعلها مع هذه المعارضه هي المشكل؟ وما قادرة تشبع رقباتهم أو ما قادرة أن هي تجذبهم إلى خيارات اللي هي تطرحها أم هو في قيابة الرؤية الوطنية الرؤية السياسية لحلول وطنية أم أيضا إشكالية في البناء التنظيمي لهذه المعارضة وبالتالي غير قادرة على أن أن تكون على مستوى التحدي اللي موجود وبالتالي أيضا عزوف عدد كبير من من الجماهير ومن الشباب في التجاوب معها أم هي إشكالية في الفهم وإدارة الأزمات يعني احدى القضايا الداخليه اللي تواجه المعارضه لو قلنا ايضا اشكاليه فكريه هي هل هي في عدم الوضوح في الطرح الفكري وبالتالي المتلقي او الجماهير قد غير قادره آه ان تتجاوب معه ام هي آه قياب افكار وطنيه او رؤى وطنيه ام الجمود الفكري آه وبالتالي عدم تجاوبه وتفاعله مع مسجدات الامور يعني آه ايضا هل هي خيارات الديمقراطيه اشكاليه فيها في تضارب المصالح ام في الممارسه في داخل جسم المعارضه حقيقه يعني المطلب هو ايجاد دوله ديمقراطيه دوله المؤسسات والقانون لكن هل نحن عندنا اشكاليه في الممارسه ما ندعيه وبالتالي الجماهير ترى ما نفعل وليس ما نقول ام عندنا اشكاليه في فهم ما هو الطرح الديمقراطي بحد ذاته اطرح هذا الكلام حتى حقيقه عندما نريد ان نحلل قضايانا واشكالياتنا لابد ان نجزئها حتى نصل إلى المشكلة الحقيقي أو جوهر المشكلة حتى نعالجها. لو قلنا إشكاليتنا هي خارجية أو الاستعمار أو العلاقات العابرة الحدود، هل الخارجية هذه نعلم بها الدول العظمى؟ أم نعني بها الدول الأقليمية لا بد أن نحدد هذا المشكل حتى نتعامل معه حتى ندع له سيناريو حتى نعرف الأزمة أين تكمن لو قلنا الاستعمار هل مشكلتنا معه مشكلة المصالح وبالتالي هو عنده أطماع استراتيجية في الموانئ في الموانئ الإريترية في شاطئ الإريتري أو في الموارد الإريترية وكيف نتعامل أم مشكلتنا هو الحروب التي موجودة هنا وهناك يعني. أيضا لو قلنا العلاقات العابرة للحدود هل المشكل مع إثيوبيا هو هذه العلاقه هي مشكل مع اثيوبيا ام هي مشكل مع السودان ام مع جيبوتي وبالتالي اين يعني الازمه الحقيقيه وكيف ممكن ان نعالجها؟ هذا قضيه حقيقه ليس هي الورقه الاساسيه التي يعني طرحتها في اللقاء لكن حبيت ان انبه ان ايضا نحن عندما نتحدث عن بعض القضايا نمر عليها وبالتالي كاننا نذن حلينا المشكله ولكن نحل الامراض الجانبيه أو الأعراض ولا نحل جوهر المشكلة وبالتالي لابد من الآن أن نركز في علاج جوهر المشكلة لقضايانا إذا الهدف من اللقاء كان هو التفاكر في سيناريوهات وإدارة الأزمة الحالية يعني ما هي السيناريوهات المحتملة التي تواجه المعارضة الإريثرية في ظل الظرف الراهن التي نحن موجودين فيه يعني أكثر من أربعة أسابيع نرى الحشود في الحدود ويعني ارتفاع الوتيرة أيضاً تحالفات أو سياسة المحاور موجودة في واقعنا الارتي والمعارض الارتي حقيقة قائب عن هذه المسألة ما هو السبب لماذا نحن قائبين وما قادرين أن نتفاعل مع الأحداث بالمستوى المطلوب والفكرة أيضا الذي نأمله أو اللي كان مأمول من هذا اللقاء على أساس أن نصل إلى رؤية مشتركة وتحليل مشترك للواقع الموجود وبالتالي نجد نصل إلى سيناريوهات يعني أقل شيء نتفاهم حولها ونتوقعها وبالتالي نستعد لها كيف نتصدى لها وطنيا وليس من أجل مكسب حزبي أو مكسب فكري أو مكسب فرض يعني لأن القضية حقيقة أكبر من 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 الحزاب والتنظيمات الاريتريه منفرده لأن حقيقه الواقع الاريتري الموجود يعني دخل في سياسه محاور اقليميه ودوليه وبالتالي هذا الصراع اصبح متشابك مع دول الاقليم قبل ان اتحدث عن هذه القضايا عن سيناريوهات وعن الازمه حبيت ايضا ان اعرج على واقع اريتريا الحالي، كيف نرى واقعنا الاريتري الحالي؟ أنا في رأيي حقيقة وهذه الصورة كنت عرضتها قبل هذا أيضا وحب دائما أبدأ بها يعني في نظر إريتيا التي نتحدث عنها اليوم تعبر عن هذه الصورة إريتيا الإنسان إريتيا الوطن إريتيا النظام القائم إذا كان هناك نظام أيضا إريثيا المعارضة وحقيقة حتى نخبنا المفروض أن تكون فاعلة ومؤثرة أيضا ودعها أصبح ودع يعني موت سريري ما قادر حقيقة أن تحرك للجماهير وال ولا أن تؤثر في أحزاب المعارضة الإريترية إذا لابد عندما ننطلق ونتحدث نتحدث من واقع أن إريتريا موجودة في هذه الحالة أو هذه الصورة تعبر حقيقة في أقل شيء في وجهة من وجهة نظري عن واقع إريتريا الحالي ايضا مع كل اسف مواردنا البشريه المستقبليه وهم شباب اريتريا اما يموتوا عطشا في الصحراء او قرقا في البحار او يباعوا ويشتروا كقطع قيار في الحدود او ايضا راينا ايضا عدد منهم يباع في مزاد علني في ليبيا كعبيد يعني وهذا شيء مؤسف بعد هذا كل ندال ان نصل الى هذه المرحله وبالتالي التحدي الموجود امامنا تحدي كبير هو ايضا ايضا الانسان الإريتري في داخل اريتريا الشعب يبحث عن خبز وسلام يعني, يعني كاهله مثقل بقوت يومه ومستقبل ابنائه وهذا السوره ايضا تعبر عن واقع اريتريا الحالي وايضا بعد هذا الاستنفار والحشود الموجوده سواء كان في السودان او في اثيوبيا نتوقع ايضا ان تتازم الامور اكثر. أه بينما نرى اسياس موارد اريتريا سواء كان من الذهب او الموانئ اللي مؤجرها لامارات او غيرها هذه تكنز ولا نعرف اين تصرف وأين وكم هي بينما الشعب يبحث عن أبسط مقومات الحياة هو الماء ولا يكفي هذا أيضا الحكومة يعني تمتسل القليل الذي عنده يعني أمواله لابد أن تدع في البنوك لابد أن يدفع ضريبة في الخارج 2% وفي الداخل محاصر اقتصاديا هذا الواقع أيضا لابد أن يكون ماثل أمامنا ونحن كتنظيمات معارضة أو كقوة معارضة سواء كانت شعبية أو منظمة أن يكون هذا هذه الصورة يعني في واقعنا الإريتري ماثلة أمامها ايضا السلاح كان مشاركنا في فتره الكفاح المسلح وبه حققنا الاستقلال لكن ايضا نتيجه هذه التجنيد الاجباري مشارك الشعب هذا السلاح في قهوه الصباح والمساء وهو موجود معنا وقد ينتظرنا ايضا في المستقبل وقد يكون كارثه اذا لم نكن مستعدين كتنظيمات معارضه كشعب كنخب كيف نتعامل مع هذا السلاح الموجود الان ومنتشر في واقع اريتريا اذا ما هي السيناريوهات او السيناريو هو وسيله لترتيب الادراك او والرؤية لتشكيل لشكل أو تشكل البيئة البديلة، يعني نحن الآن عندنا الآن حشودات موجودة يعني، السيناريوهات التي نتوقعها في هذه الحشودات ماذا كيف كيف حنتعامل معها أو ماذا يمكن يترتب عليها؟ إذا السيناريو هو ترتيب أو إدراك للواقع الموجود وإيجاد رؤية للمستقبل، رؤية محتملة. والسيناريو دائما او سيناريوهات تطرح على ذهن الانسان بدائل المستقبل كما يقول عدد من الاستراتيجيين وتمكنوا من التفكير بها ودراسة ردود الفعل المحتملة يعني نحن لو عملنا هذه الخطوة الاتجاه المقابل ما هي الخطوات اللي ممكن يعملها يعني أيضا يعطينا مؤشر في صحة الإجراءات في مواجهة التهديدات المستقبلية التي نحن قمنا بها يعني إذا هل الإجراءات اللي وضعناها والسيناريوهات التي واحتمالات التي وضعناها هل صحيحة هي أيضا يدينا مؤشر ايضا السيناريو من ايجابيته يعني يجعلك في بدل عدد من المجهولات الى سيناريوهات محدده يعني الصورة اللي موجودة في في اليسار هي قضايا شائكة ونحن حقيقة أحيانا نعجز عشان حتى نفسر كثير من الأمور والتعامل معها وإيجاد بدائل لها وحلول لها لأن حقيقة تكون بمثل هذه النموذج اللي موجود في الشمال عدد كبير من السيناريوهات وبالتالي أنت لا تستطيع أن تديره ولا تتعامل معه بينما لو حددت سيناريوهات محددة خمسة ستة سيناريو ممكن تتوقعها ممكن إدارتها ممكن التعامل معها وممكن توفير الموارد لها سواء كانت مادية أو بشرية. أيضا من إيجابيات السيناريو تحديد علامة الضعف وعناصر القوة والفرص والتهديدات. أيضا تطوير التواصل وفتح مسار البحث الاستراتيجي السيناريو يزيد الاحتكاك يعني ب... ب... لأن أنت في السيناريو ما موجود أنت لوحدك م... موجودين معك عدد من الشركاء وبالتالي يزيد من احتكاكك وتعاملك معهم يقل أيضا من احتكار المعلومة لأنه أنت تحتاج إلى عدد من المعلومات وبالتالي تشرك المعلومات اللي عندك وتستفيد من معلومات الآخرين حتى تكون سي... سيناريو حقيقي و... ومؤثر و... ويزيد أيضا بالضرورة من, من... من التواصل وهذا حقيقة القائم في تنظيمات المعارض الإريتية نتيجة غياب عدد من سيناريوهات أو كل تنظيم عنده سيناريو خاص به ومحتفظ به وبالتالي يعني لا تكون رؤية وطنية استراتيجية ويقيم الاحتكاك وتحتكر المعلومة وأيضا التواصل يكون مفقود يعني. ايضا بالضروره عشان السيناريو هذا لو احتكاك هذا موجود تبادل معلومات موجوده اذا التنسيق ايضا يكون موجود وبالتالي حنصل الى وحده تصور لعدد من السيناريوهات حتى لو اختلفنا حنعرف هذا التنظيم عنده هذا السيناريو وهذا عنده هذا السيناريو وبالتالي الكل يخدم ايضا ضمن رؤيه وطنيه يعني. اذا في ظل هذا ما, ما ذكرت ما هي سيناريوهات مستقبل اريتيا في ظل الظروف الراهنه؟ رؤيه المعارضه لهذا الظروف ولهذا السيناريوهات ما هي في ظل الحرب او لا حرب ولا سلام او في ظل السلام ايضا سيناريوهات المعارضه في حاله الحرب لو قلنا هل نحن سوف نشارك في هذه الحرب لا سمح الله لو بدات وهي بالتاكيد لا تفيد وطننا ولا تفيد شعبنا ولا تفيد ايضا جيراننا لكن ما هو ما هو السيناريو المتوقع من المعارضه الاريتريه او الجماهير الاريتريه المعارضه ما هي السيناريو السيناريوهات اللي تتوقعها يعني هل سوف نكون في موقف الدفاع عن الوطن؟ بغض النظر مع السياسه وغير السياسه لكن نحن لو دخل السودان او دخل اثيوبيا بها نحن حنكون في موقف دفاع عن وطننا؟ يعني وما هو السيناريو اللي ممكن نتوقعه لو كان هذا هو القرار يعني؟ ام سنكون في الموقف المحايد والمتفرد؟ يعني حقيقة هذه القضايا الكبيرة المفروض اللي هي تشغل بال المعارضة الإريتية وبال النخب الإريتية والجماهير الإريتية الموجودة في الخارج لأن كل قضايا منها حقيقة خطيرة وتؤثر على مستقبل إريتريا تأثير حقيقي إذا لو قلنا في حالة حرب ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ لو بدأت حرب الآن أو قلنا نحن حقيقة السيناريو اللي ممكن نتوقعه يحدث انقلاب عسكري في داخل إريتريا. خلف هذا الباب اللي موجود ما هو السيناريوهات اللي ممكن تنتظرنا لو حصل انقلاب عسكري كيف نتعامل نحن كمعارضين مع هذا الواقع او قسمت اريتريا كما هي الان مقسمه بين جنرالات وكل جنرال اخذ الجهه المنوطه به وبالتالي اصبحت اصبح امراء حرب ما هي السيناريوهات المتوقعه وكيف سنتعامل معها لو دخلت اثيوبيا الان حرب وحشودات موجوده و وقضايا دائما يعني متشابكة سواء كان سد النهدة دخول مصر دخول الإمارات وغيرها يعني السودان أيضا في حدود الشرقية عنده حشودات يعني وطالما وجود سلاح وحشود قد تنفلت الأمور لا سمح الله إلى ما هو أسوأ لو بدأت هذه الحرب ما هي السيناريوهات اللي نحن ممكن نتوقعها وكيف حنتعامل معها السودان وإثيوبيا الآن عندهم حلف عسكري وأمني ووجود قوات أيضا إثيوبيا في الحدود السودانية في ظل الأزمة الحالية اللي موجودة لو دخلوا هم مع بعض، كيف نحن سنتعامل مع هذا السيناريو؟ لو بدأت حرب أهلية، واقصد بالحرب الأهلية هي بين الشعب الذي لا سمح الله، والحرب الأهلية دائما نقول نحن الشعب الذي لا يمكن أن يدخل حرب أهلية، كان نحن نملك كل الأدوات يعني، الآن يعني كثير من قضايا حقيقة يعني يكون فيها تداخلات أمنية، تداخلات إقليمية أو دولية، وبالتالي تقع أنت في واقع ليس من من خياراتك ولا من من رؤاك اذا لو حصل كيف سنتعامل مع هذا الواقع وكيف سنعالج نتصدل هذه نتصدى لهذه الازمه يعني ايضا لو عدد كبير من الاجنحه المعارض التي عندها يعني اجنحه عسكريه مسلحه آه لو دخلت هذه التنظيمات في معارك آه مفتوحة مع إسياس آه آه ومجموعته كيف إذن آه سنتعامل مع هذه السيناريوهات أنا أعتقد آه كل يعني آه باب من هذه الابواب المنتظرانه يعني المفروض يكون عندنا حولها عدد من سيناريوهات وبالتالي ايضا تكون في رؤيه مشتركه في للمعارضه كيف ستتصدى لكل هذه القضيه لخدمه الوطن والشعب وايضا تحقيق مصالح الاستراتيجيه ايضا دور القوى الاقليميه يعني السودان ودوره كيف نتوقع ثوبيا ودورها كيف نتوقع ونتعامل معها اخونا ذي شوكاي من القضايا الرئيسيه اللي طرحها يعني نحن كمعارضه الاريتريه ينبغي ان ننفك من ان نكون ملف امني في ادراج احد الجنرالات يعني لابد ان نكون شركاء حقيقيين لدول الاقليم يعني لكن قضايانا الان اصبحت قضايا امنيه يتعاد سودان تتعامل معنا كملف امني ثوبيا تتعامل معنا كملف امني اضافه لهذا الان الحروب الموجوده في اليمن وصراع الموانئ الموجود مجازا ممكن أنا أسميها المحور القطري والإمارات أيضا له انعكاسات في واقعنا الإرثي كيف سنتعامل مع هذه القضية الصين موجودة وروسيا موجودة وفرنسا أيضا عندها قواعد في جيبوتي الاتحاد الأوروبي موجود ومتأثر نتيجة سياسة اللجوء الموجودة أمريكا بكل ثقلها أيضا موجودة إذا يعني سواء كان الدول القوى الدولية أو القوى الأقليمية أو الجيران كيف يعني نقيس أداء كل منهم وبالتالي تأثير في سيناريوهات المتوقعة وكيف ممكن أن نتعامل معها فأنا أعتقد القضايا المجابهة قضايا كبيرة هي ومحتاجين لكل طاقة وكل إمكانيات وكان ينبغي حقيقة يعني عدد كبير من من النخب الإريتية أن يكون اهتمامها مركز وبالتالي توجه المعارضة أقل شيء بأوراق علمية كيف تستطيع أن تجابه كل الاحتمالات وكل السيناريوهات المتوقعة إذا لو حتى قلنا نحن الآن لو خرجنا من سيناريو الحرب لو دخلنا في سيناريوهات السلام يعني لو إثيوبيا والسودان الآن اتفقوا مع نظام ووصلوا إلى إلى السلام وهو الآن المطروح يعني أقليمياً موقف المعارضة الإرثية كيف حيكون؟ كيف ستتعامل او ما هي السيناريوهات المتوقعة في هذه في هذا الأمر وكيف سنتعامل معها؟ لو طرح أيضا سلام مع المعارضة الأريتية موقفها كيف حيكون؟ ما هي السيناريوهات اللي ممكن تتوقعها؟ في غياب المعارضة ما هو السيناريو المتوقع؟ لو جزء من المعارضة فتح معها النظام حوارات طيب كيف ما هو السيناريو المتوقع في ظل هذه الظروف؟ أنا أعتقد هذه كل القضايا الكبيرة المفروض هي التي تشقنا وبالتالي نكون مستعدين لها كقوة معارضة وهذا الذي نحن يعني من اللقاء اللي كان موجود الناس خرجت حقيقة في قضايا كبيرة تنتظرنا وبالتالي لا نشقل أنفسنا بسفاس في الأمور سيحنا تنظيمات عندها برامجة وعندها رؤاها ومرتكزات الفكرية لكن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب الوطن ولا على حساب الشعب وبالتالي لابد بد أن نستعد للتغيير القادم ونكون أيضا مؤثرين وفاعلين في في واقعنا الإريتري. آه، ايضا سيناريوهات لا حرب ولا سلامه التي يعيشها إريتريا يعني آه هذا الامر قد يعرض اريتريا انهي الى انهيار آه كدوله يعني وبالتالي حتى الدكتور تسفاقين مدهني من ضمن الاوراق اللي كان طرحها آه قبل عدد من السنوات ان إريتيا يعني سياسه يقودنا الى ان وصلنا الى دوله فاشله وبالتالي الكل يؤمن ان إريتيا لا يمكن ان تكون آه دوله ذات سياده ومستقله وبالتالي يجدوا لها حلول آه اما اقليميا او دوليا يعني اذا نحن في ظل هذا الوضع ما هي السيناريوهات المفروض آه نتوقعها وكيف نعالج هذه الازمه يعني في الحصار الموجود الآن في السودان الآن وقلائل المعيشة في داخل إريتريا أصلا هي كانت فيها إشكالية والآن زادتها أيضا الحشودات الموجودة في الحدود الشرقية في السودان إشكالية أخرى يعني في حدوث المجاعة ما هو السيناريو المتوقع وكيف سنتعامل مع هذه الأزمة لو حصلت انتفاضة نتيجة هذه المجاعة ونتيجة هذا الحصار كيف سنتعامل يعني فاجأتنا انتفاضة أخرى ولم نكون مستعدين لها أو لم نستفيد منها كما ينبغي يعني لو حصل مزيد من القبضة الأمنية والقمع في الداخل أيضا كيف سنتعامل معه وكيف نستطيع أن نعكس هذا الأمر إلى الخارج يعني ايضا لو رهن او رهن سياسة البلاد لمحور اقليمي معين الان امارات مشترية عصب وفيها قواعد عسكرية نحن ايضا في ظل هذا الوضع ما هي السيناريوهات المتوقعة وكيف سنعالج هذه الازمة لا سمح الله لو انفجر الوضع في الاقليم وبالتالي حصل تدخل دولي كيف سنتصدى لهذه الازمة وكيف سنجابه وما هي السيناريوهات المتوقعة منها انا اعتقد يعني من اشكاليات اللي قاعد تواجهنا هي قيود ذهنيه ما قادره تحرك المعارضه الاريتريه او القوى المعارضه في اريتريا بحيث يعني تستفيد من من طاقتها بشكل ايجابي مثل هذا الحسان الان مربوط في كرسي من بلاستيك ممكن يسحبه وعنده امكانيه ان يسحبه لكن الاشكاليه هي قيود ذهنيه من ضمنها انعدام الثقه آه، وهم السلطه آه، خصومات فكريه ومعارك تاريخية رفض الآخر المقاير سواء كان دينيا أو إثنيا أو فكريا أو حزبيا أنا أعتقد هذه القضايا يعني هي اللي قاعد تعيق حركتنا وعدم تفاعلنا وبالتالي عدم وجود رؤية للتعاون والتكامل لتصدي كثير من القضايا الوطنية المهمة اللي ذكرتها وهي تحديات كبيرة سواء كان في في ظل الحرب أو كان في ذل السلام أو في لا حرب ولا سلام اللي موجود في كل من هذه القضايا نحن مطلوب منا استعداد أفضل مما هو موجود حالياً ايضا كما يقال هناك من يؤمن بقدراته رغم عجزه وهناك من يؤمن بعجزه رغم قدراته يعني نحن بعد تجربه يعني اكثر من نصف قرن من الندال عاجزين حقيقه ان يكون عندنا فعل وتاثير في داخل اريتريا وخلال 25 سنه ما قادرين ان نزحزح الامر يعني وهذا حقيقه لابد تحتاج مننا الى وقفة فقط ليس فقط تنظيمات المعارضه لكن كل القوى المعارضه الاريتريه الموجوده والشباب الاريتري بالذات لماذا نحن عاجزين على اساس ان نكون مؤثرين وقادرين ان نسمع صوتنا سواء كان للاقليم او للدول او في الداخل الاريتري. هل الإشكالية هي يعني عجزنا في اداره تنوعنا ومكوناتنا وتعددنا الفكري والحزبي؟ هل هذا التعدد بالنسبة لنا يعتبر نعمة أم نقمة آه وهذا واقع موجود إريتريا هي يعني فيها مكونات عدد من المكونات دينية وإثنية وفكرية وبالتالي يعني هذا يسري واقعنا الإريتري ولا و... 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 ينبغي أن يكون نعمة وليس نقمة ونكون و... و... عاجزين إم... إمام كيفية إدارته يعني آه لو أخذنا في هذا الجانب ماليزيا كنموذج وهو التعاون والتكامل بين المكونات الماليزية يقول رئيس و... وزراء ماليزيا نحن شعب متعدد الثقافات والعراق وكان امامنا خيارين اما ان نتقاتل ونتقاسم البؤس أو نتعايش ونتقاسم الرخاء والسلام فأجمعت إرادتنا الوطنية على خيار الثاني التقاسم الرخاء والسلام في لا نستفيد نحن من هذه التجربة في واقعنا الريتي وبالتالي بدل ما يعني الان تقاسمنا العناء والبؤس والموت والتشرد واللجوء لماذا لا نرسخ قيم التعاون والتكامل والاعتراف المتبادل بكل المكونات وبالتالي نتقاسم الرخاء والسلام ايضا من اشكاليات الواقع الاريتري كل طرف يريد ان يتخلص من الطرف الاخر يعني، وهذا رايناها يعني جبهه التحرير واشكاليته مع حركه التحرير، جبهه التحرير واشكاليته مع قوات التحرير، وجبهه التحرير والجبهه الشعبيه ايضا والجبهه الشعبيه وتعاونها مع جبهه ويان تقراي واخراجها لجبهه التحرير، وبالتالي كلما تخلصت من الطرف الاخر كلما فقدت توازنك يعني، حتى الحكومه القويه تحتاج الى معارضه قويه عشان يكون في توازن موجود، اذا هذا عقليه التخلص من الطرف الاخر لابد أن نتخلص منها في واقعنا الاريتري، ولا بد أن نؤمن بوجود طرف آخر من أجل توازن الشخصي وليس فقط توازنه يعني، هذا يعني يعني سواء كان في مكوناتنا الدينية والإثنية والحزبية، لا بد أن نؤمن بالتوازن والتعايش. إذا يعني في ظل هذه السيناريوهات التي ذكرتها، يعني ما هي الأزمة أو كيف نتعامل مع الأزمة؟ الأزمة كما يعرفها بعض الخبراء هي حدث أو موقف مفاجئ غير متوقع يهدد قدرة الأفراد والمنظمات على البقاء ونحن حقيقة دائما يطرح حل المعارض الإرثية يعني في كل ما خطوة إذا خطأ أحد الدول الاقليم نفاجئ نحن ان قد يكون في يعني يهدد بقانا هي ايضا لحظه حاسمه وحرجه ومسيريه هي أيضا موقف يشكل تهديدا أساسيا وتطلب اتخاذ قرار في فترة وجيزة للقاية إذا هذه الأزمة أيضا كيف تشخص الأزمة يعني من ضمن القضايا التي تشخص بها الأزمة المنهج التاريخي والأزمة لا تولد ولا تنشأ فجأة ولكنها نتاج تفاعل أحداث وعوامل قبل ميلاد هذه الأزمة يعني. من ضمن القضايا التي طرحها أبو القاسم حاج حمد في الواقع الإريتريا يقول يعني إنشاء دولة إريترية داخلين يقول هو مشروع وطني كان يتطلب التأسيس من الصفر وهذا يعني ان تدافر كل القوى يعني وايضا الدوله كانت بلا مؤسسات وشعب بلا اندماج وطني سيح في فتره الندال نحن يعني حاولنا ان نشكل لكن في ظل الدوله لابد ان يعني هذا الاندماج كان ينبقي يعني حوارات جاده لكن هذا لم يحصل اغلي من هو ايضا يرى بمعطيات الفكر الاستراتيجي والمنهجي كان ينبقي ان ان يعني ان يفهم استقلالها الاريتري في اطار اقتسام مميزات الجو بوليتيك الاثيوبي والاريتري يعني الاستفاده من الاشياء الموارد الاثيوبيه والموارد الاريتريه يعني وعلى اسس سياده متكامله يعني ابيتي عندها مواني ثم عندها مياه عدد سكان كبير وبالتالي المفروض كان يكون هذا حسب فهمه يعني انا قاعد احلل الان كيف تستطيع انت تحلل الازمه كنهج يعني تاريخي ايضا الذي نشا لكنه حصل هو حلف ثنائي لدعم هيمنه كل منهما مبني على قاعده دينيه واحده هي المسيحيه وقوميه هي التجرينية وكل واحد منهم عمل على تكريس السياس وما وملس قصده هو السلطه الحاديه في بلده. هذا نتج اوجد لنا ازمه ازمه حقيقيه في واقعنا الاريتري وفي الاقليم. هذا ايضا لان هذا التحالف لم يكون بين بلدين المستقلين. قد تأسس بداية على أقسام المصالح الجيوبوليتيكية والاستراتيجية ولصالح الشعوب حيث ذو هذا الانقسام تحت عباءة التحالف الثنائي فلما انهار التحالف ظهرت الأوراق الحقيقية كل منه وانهار الاستقرار في واقعنا الإريتري إذا في ظل هذه يعني الواقع كيف نتعامل مع هذه الأزمة أيضا طرق التعامل مع الأزمة حقيقة هي المشاركة الحقيقية وتشخيص العلاج لأن هذه الأزمة لا تخص لا تخص فقط التنظيمات المعارض الإلتية ولا قطاع معين من هي أزمة وطنية وبالتالي المفروض يعني الشعب تسارح بها بهذه الأزمة وتشرك أيضا في إيجاد حلول لها وأيضا استفادة من كل الموارد والطاقات الموجودة يعني للتصدي لهذه الأزمات. آه، ايضا من الخبراء آه، الاستراتيجيين يدعو مصفوفة للازمه هذه يعني آه، اما تكون شديده الخطر ودرجه التحكم فيها ايضا عاليه وهذا ممكن معالجتها رغم خطورتها، أو تكون شديدة الخطر ودرجة التحكم فيها قليلة، ومثل واقعنا الاريتري أو المعارض الآن يعني أزمة حادة في حدودنا، ولكن إمكانية تحكمنا وتعاملنا معها قليل، وبالتالي كيف نستطيع نحن أن أن تكون أن نصل في المربع الرابع، شدة الخطر تكون قليلة ودرجة تحكمنا فيها عالية، من أجل التصدي لكل الأزمات في واقعنا الاريتري. والاشكال اللي موجود ان هذا يعني كل واحد منا ينزل من زاويته هذا ينزل هذا الرقم ستة وهذا ينزل رقم تسعة وبالتالي ايضا يعني لا نستطيع ان نغير الزوايا ونصل الى رؤية مشتركة والى سيناريوهات مشتركة والى ايضا تحديد الازمة وسبل التصدي لها وهذا ايضا من القضايا اللي ذكرها يعني الاستاذ شوكاي يعني ليس ما تملكه هو الذي حق لك النصر بل كيف تستعمله اذا نحن كثير من مواردنا حقيقه موجوده مع الاسف اقدر اقول تحت اقدامنا لا 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 نستعملها بشكل ايجابي يعني ونتباكى لان نحن لماذا لسنا قادرين على ان نحقق النصر ولا قادرين على تغيير سياسه ومجموعته رقم الضعف والهوان الموجودين فيها لانه مواردنا حقيقه حقيقيه ما مستخدمه يعني، أيضا نحن نبذل 80% من الجهد و20% من المنتج، والعكس المفروض اللي يكون نحن نبذل 20% من الجهد ويكون المنتج 80%، لأنه كل واحد منا نجذف وعنده مرسى خاص به. القليل من الموارد اللي عندنا أيضا بدأنا نستخدمه مع بعض مثل هذا السلم نتقاسمه وبالتالي كل واحد مننا لا يصل إلى مبتقاه. أيضا عندما يعني تواجهك إشكالية في الوسائل يعني لا تغير مبادئك تغير الوسائل مثل الأشجار تغير أوراقها لا جذورها يعني إذا نحن مهما تعدد وسائلنا لكن مبادئنا وقيمنا لابد تكون موجودة وأحيانا حقيقة هذا الجانب يكون يهتز في واقعنا الإثري نتيجة اليأس والإحباط ايضا في واقع المعارضه الاريتريه وفي واقعنا الاريتريه ايضا ندخن بعض القضايا يعني مثل هذا القط الان لا يمكن ان ان يسد هذا الطريق لكن تدخيم هذه القضايا حقيقه يزعجنا في كثير من ويزعج واقعنا وبالتالي نعيش في ازمات غير حقيقيه وبالتالي كيف ان نتخلص ونعطي كل شيء المقدار الحقيقي الموجود فيه ولا نبالغ ولا ندخم القضايا التي لا تحتاج التضخيم إذا المطلوب ليس هو قفزا في الهواء المطلوب هو تحديد الأهداف وتجميع وتفعيل الموارد المحافظة على المكتسبات الوطنية المشتركة وتحسين الأداء لنقول مثلا المجلس الوطني استمرار الحوارات الثنائية والتكتلات مع تركيز في المنتج الوطني العملي وليس النظري إشراك النخب الوطنية في الحوارات والقرار أيضا إشراك الجماهير وذات المرأة والشباب في العمل والحوار والقرار انا اعتقد هذا هو المخرج الحقيقي لواقعنا الحالي يعني. كما قال احد المفكرين والذرفاء يعني عن عن السياسيين وهذا المفروض لا ينبغي ان يكون السياسيون في العالم كالقرود في القابه اذا تشاجروا افسدوا الذرع واذا تسالحوا اكلوا المحصول، لا ينبغي ان نكون في مثل هذا الوضع يعني. ايضا لا نريد حقيقه عداله تكون على اكتاف الفقراء ولا ديمقراطيه تقنن للظلم. اذا في الاخير اختم واقول إريتريا ليس بحاجه الى دماء واشلاء ابنائها لكي تحيا كما يقول ويريد السياسة ويدخل الشباب في طاحونه الحروب العبثيه. بل الامل المفروض الذي يعني يبث في واقعنا الاريثيم ان اريتريا بحاجه الى عقول وسواعد وعرق وفكر وعلم وحب ابنائها لكي تحيا وتبنى وتزدهر وتعيش في امان والسلام والرخاء عاشت اريتريا حره مشاهدين قناه ادال اتمنى ان هذه القضايا اللي طرحتها ان ان تنال يعني اهتمام منكم وبالتالي ايضا النخب الاريتية مطالبه ان تعمق مثل هذه القضايا وان تدع لنا وتساعد تنظيمات المعارضه في تحليل الازمه في تحديد جوهر المشكله في ايضا المساعده في السيناريوهات المتوقعه وبالتالي يكون عندنا خبراء في كل مجال من مجالات وفي كل سيناريو من سيناريوهات ونرجع اليهم في وقت الحاجه وحتى يعني نغير هذا النظام وبالتالي التغيير يكون امن ونبني دوله المواطنه ودوله العداله و دوله التعايش والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته